لبيك طرابلس لبيك، لبيك يا طرابلس لبيك. اهلا بكم مجددا حضرات السادة المشاهدين. اعلنت القوى الوطنية الليبية دعمها المطلق للجيش الوطني الليبي في مواجهة الميليشيات الارهابية بطرابلس. واكدت القوى الوطنية الليبية في بيان رفضها لاي حلول لا تشمل تسليم الميليشيات لاسلحتها، معربة عن استيائها من تحالف الجماعات المسلحة مع فايز السراج. كما نددت القوى الوطنية الليبية بالدعم القطري والتركي للميليشيات في طرابلس، بينما أعربت عن تقديرها للدور المصري الذي يراعي مصالح الشعب الليبي. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ طه علي، الباحث والمحلل السياسي. أستاذ طه، أهلا بك على إكسترا نيوز. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. في البداية، هناك يعني ذلك السجال السياسي على جانب اللقاء العسكري على مشارف مدينة طرابلس، هناك تقدم لقوات الجيش الليبي في محاولة لتحرير طرابلس من الميليشيات التابعة الحكومة أو الفايز السراج والميليشيات الموجودة في مدينة طرابلس، الميليشيات الإرهابية. وعلى جانب آخر، هناك بعض الجهود الدولية التي تحاول تهدئة الأوضاع. كيف ترى نهاية هذه الأزمة؟ كيف ترى تحرير مدينة طرابلس من قبضة الميليشيات؟ يعني بداية، خلينا نقول إن هذا المؤتمر الذي أشرت إليه حضرتك والذي عقد في القاهرة جاء في إطار حرص الدولة المصرية على استقرار ووحدة وتماسك الدولة الليبية، بمعنى أن الدولة المصرية في إطار سياساتها تجاه أزمات الشرق الأوسط تبنت وانتهج أنها قائم على الحفاظ على الدولة الوطنية في المقام الأول، وذلك على النقيض من المنهج الذي تبنته قوى إقليمية أخرى يعني تتبنى موقف الدولة القائمة على الميليشيات الخادمة لمصالحها الإقليمية. أنا عندي وخلال الأيام السابقة تم الكشف الكثير من حالات تهريب أسلحة عبر بحر المتوسط من تركيا إلى ميليشيات في الداخل الليبي، ما يعزز فكرة تبني هذه الأطراف الإقليمية لدعم دولة قائمة على الميليشيات. وبالتالي مش من الطبيعي إن حد يقبل سواء طرف إقليمي زي مصر أو قوى وطنية مثل القوى المجتمع اليوم في القاهرة أن تقبل بدولة ميليشيات في الداخل الليبي. أما على الأرض، فكثافة وحدة يعني العمليات التي يقوم بها الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر عملت اثنين من التطورات عززت موقفه في الفترة الأخيرة، كان لهم دور في المبادرة التي خرج بها فائز السراج اليومين الأخيرين. أولا هو أحدث تقدما ملحوظا على الأرض، ثانيا هو ضرب خريطة التحالفات التي كانت قد تشكلت بين هذه الميليشيات. فشاهدنا في الفترة الأخيرة خلاف بين مجموعة من الألوية والكتائب مثل كتيبة لواء الصمود وميليشيات ثوار ليبيا التي يقودها هيثم التاجوري، باعتبار أنه في المجمل على الأرض الميليشيات تبدأ تحالفاتها في التفكك، وهو ما يؤذن أو ما يعني يبشرنا باقتراب انتهاء العمليات لصالح الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر. على الجانب الآخر، هناك تعاطي دولي نستطيع نصفه بالغريب مع القضية الليبية. هناك منع لتوريد الأسلحة أو تصدير الأسلحة للداخل الليبي للأراضي الليبية أو تسليح الجيش الوطني الليبي، ولكن على الجانب الآخر هناك كل فترة يعلن عن سفينة أسلحة تم القبض عليها على السواحل الليبية تمد الأسلحة أو تمد الميليشيات الإرهابية بالأسلحة في طرابلس وفي بعض المدن الليبية غرب طرابلس في المناطق التي تسيطر عليها القوى الليبية. هناك أيضا بعض الأسلحة التي قيل أنها يتم تهريبها من الجنوب الليبي من الدول المجاورة لليبيا في الجنوب كتشاد وبعض الدول الأفريقية الأخرى. كيف تتعاطى الدول مع هذا يعني الميزان الأعوج في ليبيا؟ يعني خلينا نقول ان المجتمع الدولي في اطار الأزمة الليبية منذ بدايتها ومنذ بداية العمليات العسكرية التي انتهت بإسقاط حكم الرئيس الأسبق معمر القذافي، كانت القضية الليبية كانت محل اختلاف بين القوى الغربية بشكل عام بحكم اختلاف مصالح هذه القوى، وخاصة على المسرح الأوروبي اذا نظرنا بين
المصالح الفرنسية مقارنة بالمصالح الإيطالية. ففرنسا تتبنى رؤية تقول مفادها أن الحفاظ يعني محاربة الإرهاب والتطرف في جنوب البحر المتوسط من شأنه أن يساعد في دعم واستقرار الأمن الأوروبي في إطار عمليات الهجرة غير الشرعية وتسلل الإرهابيين عبر المتوسط إلى آخره. بينما إيطاليا التي تدعم يعني تدعم بقوة حكومة فائز السراج والتي تدعمها ميليشيات موجودة في الجنوب والغرب الليبي، إذا نظرنا إلى هذه المناطق وجدنا إيطاليا لها مصالح اقتصادية من خلال شركة إيني الإيطالية ومجموعة من الشركات التي تعمل في مجال الطاقة والغاز في هذه المنطقة، وبالتالي ليبيا تعزز يعني تتصور أن عفوا إيطاليا تتصور أنه بدعم حكومة فائز السراج يمكن أن تحقق مصالح على الأرض والاقتصادية في المقام الأول. هذا التضارب بين رؤى المجتمع الدولي يخلص إلى غياب رؤية موحدة وسيادة رؤية ضبابية تجاه التعامل في الأزمة الليبية، وفي المقابل بات من المتعين على القوى الوطنية في الداخل الليبي حسم الأمر عسكريا لصالحها، لأنه لما نقعد على أي طاولة مفاوضات سوف لن يتحدث إلا من يملك السيطرة على الأرض. واللي بيحصل في ليبيا النهاردة في الداخل بالمناسبة هو محاولة لضبط توازن القوى على يعني على الأرض، لأننا في يوم من الأيام هنقعد نتفاوض هيكون الأمر لصالح القوى الوطنية. إذن المجتمع الدولي غير متماسك في اتجاه القضية الليبية في المجمل بحكم تباين المصالح ما بين القوى المؤثرة في هذا المجتمع الدولي. عندي قوى أخرى ترى في دعم المشروع الإسلام السياسي والتطرف الإقليمي مثل تركيا وحتى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي ترتبط بعلاقات داعمة للقوى المتطرفة في الشرق الأوسط، تجدها مثلا لما يتكلموا عن الطائرات المتطرفة في ليبيا بينظروا لهم باعتبار أنهم قوى سياسية، وإذا وفي سوريا ينظروا لهم على أنهم إرهاب. طيب أنت ما توحد رؤيتك تجاه التطرف في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، يعني وده اللي بينعكس على موقف المبعوث الأممي غسان سلامة حينما يرى ينظر لي قوى المتطرفين في ليبيا باعتبار أنهم فواعد سياسيين، لكن حقيقة الأمر أنه لا ينبغي الجلوس على مع المتطرفين على طاولة مفاوضات واحدة، لأنهم متطرفين أصلا ولديهم مشروع قائم على مبدأ لا دولة في ليبيا. بكل تأكيد. الأستاذ طه علي الباحث والمحلل السياسي، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من القاهرة. على جانب آخر، أكدت القوى الوطنية الليبية دعمها للقوات المسلحة العربية الليبية في قتالها في معركة تحرير العاصمة طرابلس، وشدت القوى الليبية في بيان ختامي عقب لقاء بالقاهرة على أنه لا يمكن إقامة دولة مدنية حديثة في ظل وجود سلاح بين أيدي الأيديولوجيين والقبليين، كما أكدت رفضها للحكومة غير الشرعية التي تعتبر مغتصبة للعاصمة وتعمل مع الإرهابيين. وسط تأييد كبير للجيش الليبي الوطني، عقدت القوى الوطنية الليبية لقاء من أجل دعم جهود القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات والتأكيد على دورها في إعادة استقرار الدولة والحفاظ على وحدتها. هذا اللقاء يهدف إلى دعم معركة القوات المسلحة العربية الليبية في تطهير ليبيا من الإرهاب والتطرف والميليشيات، لأن الإرهاب وتطرف الميليشيات مانع حقيقي من قيام دولة مدنية، ونحن نعمل جميعا من أجل بناء ليبيا جديدة مدنية ديمقراطية مستقرة مستقلة. ووجود دولة ليبية مستقرة ومستقلة ومسؤولة هو يعني قضية تهم الإقليم وتهم العالم ككل. يهدف هذا اللقاء إلى مناقشة عدة محاور، منها تغلغل الإرهاب وسيطرة الميليشيات ودورها في عرقلة قيام الدولة المدنية، ودحض الخطاب الدعائي للإخوان والميليشيات والجماعات الإرهابية حول معركة تحرير طرابلس. الشعب الليبي هو داعم للقوات المسلحة، وأن الشعب الليبي هو من فوض القوات المسلحة، فهذه هي التكوين الاجتماعي لكل الليبيين الموجودة اليوم. فالقوات المسلحة مدعومة شعبيا، القوات المسلحة طالب منها الشعب الليبي أن تحرر ليبيا من الأخوان والقاعدة والمقاتلة. القوات المسلحة الآن تسحف على قلب العاصمة طرابلس إن شاء الله. ناقش اللقاء دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في تهيئة الظروف لبناء ليبيا، ودور القوى الوطنية في محاربة الإرهاب ومساهمتها في إعادة الإعمار وتحقيق السلم الاجتماعي بعد تطهير العاصمة من قوى التطرف. نرى نحن المجتمعين هنا أن الجيش هو المنقذ، هو الخلاص،
هو الدولة، هو الأمن، هو الأمان. لهذا نحن اصطفينا خلف الجيش من أجل نصل ليبيا إلى بر الأمان، وفيما بعد إن شاء الله نصل إلى صناديق الانتخابات، وكل يقدم رؤاه ومشروعه للناخبين. نؤكد على دعم القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب في طرابلس، والعمل على توحيد ليبيا من جديد حتى تبقى ليبيا دولة واحدة موحدة مستقلة ذات سيادة. ودائما نحن نقول أن الأمن الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن المصري، والأمن المصري جزء لا يتجزأ من الأمن الليبي بحكم أن احنا له الجوار. جهود كبيرة تسعى من خلالها مختلف الجهات والمسؤولين في ليبيا حتى تبنى دولة جديدة يعيش شعبها في أمن وأمان. أشاد المشاركون في مؤتمر القوى الوطنية الليبية بالدور الذي تلعبه مصر لدعم جهود القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب، مؤكدين أن التنظيمات المتطرفة والميليشيات لا تمثل تهديدا على ليبيا فقط وإنما الأمن الإقليمي. أترككم مع هذا التقرير وألقاكم في متابعات إخبارية جديدة، شكرا جزيلا لكم. المشاركون في مؤتمر القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات قدموا شكرا وتحية للقيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع في فترة وجيزة القضاء على المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف مصر والمنطقة بأسرها، مما جنب مصر والمنطقة مخاطر الجماعات المتطرفة والأكثر من ذلك الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في مواجهة قوى التطرف والإرهاب في سبيل الحفاظ على كيان الدولة الليبية. نحن مع قواتنا المسلحة وجينا هنا إلى مصر، والتي يجب أن نشكرها كثيرا، قيادة وشعب وحكومة وقوات مسلحة ورجال الأمن الذين يحاربون الإرهاب دفاعا عن مصر وعنا وعن الأمة العربية ليعيدوا لها أمنها وسلامها. مصر العزيزة علينا هي أمنا جميعا وأم العرب، إذا نهضت فنحن ناهضون. عندما عز الصديق على الشعب الليبي كان الشعب المصري وحكومته خير صديق للشعب الليبي، وعندما تكالبت الدوائر والتآمر على الجيش الليبي كانت الإدارة السياسية المصرية خير داعم للجيش الليبي ولشعب ليبيا. الحضور في لقاء القوى الوطنية الليبية أكدوا أن ثورة 30 يونيو قد وضعت نهاية لقوى الإرهاب والظلام في مصر والمنطقة، وقالوا أن مصر تبنت القضية الليبية واعتبرتها قضيتها، معبرين عن ذلك بأن مصر طوال تاريخها هي الحضن الذي يحتضن ألام أشقائنا في الشعوب العربية ويخفف عنها. الشعب المصري يقف بقوة رئيسا وحكومة وشعبا مع الشعب الليبي في القضاء على الإرهاب، ويساهم بمساهمة كبيرة في القوة التي تقارع الإرهاب اليوم في سواء كان في الشمال سواء كان في الجنوب سواء كان في الشرق سواء كان في الوسط. وأشار الحضور إلى موقف مصر الثابت من ليبيا الذي لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، ودعم الشرعية الفعلية المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.